السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الاحترام والتقدير لأهلنا في مصر وأهلنا في السودان. إن شاء الله الموضوع مفهوش خبط في حد، بس هنوضح حاجة معينة. طيب، الصورة دي إيه؟ الصورة دي مملكة اسمها مملكة شمال السودان على الحدود بين مصر والسودان. دي دولة الراجل كان بيحكي قصة لبنته عندها 7 سنين الأميرات، فقلت له أنا عايز أبقى أميرة، فقال لها خلاص تعالى نشوف اي دولة. هو طبعا في امريكا، فدخل على النت قاعد يعمل سيرش، فلقى ان في ارض بين مصر والسودان. الدولتين بيقولوا احنا مش عايزينها، الدولتين مصر بتقول الحتة دي مش تبعي، والسودان بتقول الحتة دي مش تبعي، وهنعرف ليه دلوقتي. فراح خلاص راح دخل وبذل جهد طبعا ان هو يكتب جواب ان الارض دي تبعه، وعمل علم وراح وقال لك خلاص انا هعمل الدولة دي واتعهد ان انا اخليها ارض خضراء. ده مواطن هوت. بنته عندها 7 سنين، تعال نشوف بنته أمورة ما شاء الله. راح عامل لها علم وكلام جدي مش هزار، وبعت للحكومتين إن خلاص أنا عايز أخد الأرض ديت. طبعا ما حدش فيهم عبره. طيب، إيه سبب المشكلة دي؟ المشكلة إن إحنا عندنا اتفاقيتين. في اتفاقية بتاعة 1899 اللي هي إن الحدود بين مصر والسودان، اهيت مصر اهيت والسودان المصري الانجليزي، يعني خلينا بالنا من الاسامي. تمام، طبعا الحدود دي كانت معموله 1899 ساعه الاحتلال، فالاحتلال بدا يقسمها، عمل مصر خط مستقيم، فشلاتين وحلايب موجوده مفروض تبع حدود مصر، ودي الاتفاقيه اللي مصر شغال عليها وبتقول الحدود تبعها، وفي جزء هنا تمام ده مش تبعها، ده تبع السودان حسب الاتفاقيه دي. لو انت قلت ده تبعي خلاص يبقى الجزء ده مش تبعك. طيب تعالى نشوف الاتفاق التاني اللي حصل سنة 1902 وأعطى السودان الجزء ده، يعني قال إن الحدود بين مصر والسودان تمشي كده وبعد كده تنزل كده وبعد كده تطلع كده 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 كده. أنا مش هدخل في مين الصح ومين الغلط ومين الاتفاق الأول ومين الآخر، بس النتيجة إن في مصر والسودان بتقول إحنا عايزين مثلث حلايب، ده موجود على البحر وده أهم وده أكبر بكتير من الجزء دوت. الجزء ده على فكرة مش صغير، الجزء ده ليس صغير، ده الجزء ده تقريبا، تعال نشوف المساحة بتاعته 800 ميل مربع، المنطقة كبيرة جدا، أعتقد قد البحرين مثلا 3 مرات، مع احترامنا لأهل البحرين. احنا بس بنشوف إن الخلافات بيننا مش بتدي الحق الدول إنها تيجي تحتلنا، لا ده بتدي الحق لاي عيل صغير او اي بنت عندها 7 سنين تيجي تحتلك. ما احنا مش قادرين نتفق، الدول الاوروبيه خلاص قسمت الحدود وثبتتها وخلاص، انت عارف حق اي وحقك وخلاص، احنا لغايه دلوقتي مش قادرين نتفق، مش قادرين نقول الحته دي مثلا منفعه مشتركه، ومش قادرين نتفق على حدود معينه، لا احنا خلاص الاتفاقيه دي عملها اجانب والاتفاقيه الاثنين عملها اجانب، وكل واحد فينا مصر على الاتفاقيه دي. هم عملوا لنا حدود واحنا بدأنا نعمل اسوار ونحارب عليها ونموت عشان حاجات زي كده. فمفروض حسب الاتفاقيه التانيه ان حدود السودان هتيجي كده تنزل منها الحته دي وهتاخد الحته دي اللي هو مثلث حلايب وشلاتين. طب والحته دي السودان لو قالت بتاعتنا يبقى يبقى انت بتقول الخط ده كامل يبقى هتفقد الجزء ده، ومصر لو قالت الحته دي بتاعتها يبقى خلاص هتفقد الجزء مثلث حلايب وشلاتين. فالحته دي بيقول لك ايه؟ احنا مش عايزينها، مش تبعنا. تمام، فده عامل مشكله كبيره هتلاقي في الخريطه ديت. فطبعا في مملكه اسمها مملكه الجبل الاصفر طلعت، وفي الراجل الجميل دوت الامريكي اللي هو يعني قال لك ارض ما فيهاش حد تعالى ناخدها. تمام، وادها لبنته اللي عندها 7 سنين عشان يفرحها وتنام مبسوطه ويبقى تبقى صاحب مملكه. وطبعا الموضوع بيتناقش في وزارات خارجيه واتبعت ومناقشات، وهو راجل سافر وعمل حط العلم ومفيش أي دولة بتطالب بيها وهكذا. أنا طبعا بقالنا أكتر من 60 سنة عندنا المشكلة بين الحدود بين مصر والسودان. نتمنى يعني إحنا إخوة وواحد، يعني مفيش أي مشكلة خالص، وربنا ييسر وتتحل الأمور، والا بعد كده اي حد هيجي يروح بقى محتل حته من هنا وحته من هنا، وما ليش لمصر ولا السودان، ويقسمونا السودان فوق والسودان تحت ومصر شمال وجنوب وغرب.
إن شاء الله يعني نسأل الله الهداية وإن يبقى عندنا وعي ونقدر إن إحنا ننقذ بلدنا وما نلاقيش إن أي حد بيجي ياخد كل حتة كده تلاقيها اتقطعت، حتى الحدود بين مصر وليبيا تلاقي في حتة كده فوق كده إيه زجزاج بين دي ودي، يعني لا بين هنا ولا هنا، طب ما نوحدها الله أعلم يعني إيه. يعني تلاقي الحدود هنا ماشية كده زجزاج، فالحدود في الدول العربية محتاجة الدول تقعد مع بعض وتوحد الحدود، ونسأل الله إن الحروب تنتهي تماما في اليمن والعراق وفي سوريا ولبنان وليبيا والسودان ومصر كل الدول يعني.